بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا هتكلم على ال NMR سبكتروسكوبي. ده تاني تكنيك في السبكتروسكوبي، نيوكليير ماجنتيك ريزونانس سبكتروسكوبي. البرزنتيشن ده معتمد على كتاب ال جي ويت اورجانيك كيمستري، والبرزنتيشن معمول في جامعة تكساس. ال NMR سبكتروسكوبي one of the most important spectroscopic techniques، لان بيديني معلومات كتير على الاستراكشر بتاعه المركبات. بنبدا الكلام ان التول ده بيستخدم للتعرف على البروتونز مثلا، فده نسميه ال HNMR spectroscopy او الكربون 13. دول اللي هندرسهم في السنه دي، لكن ممكن يستخدم برضه في النيتروجين ان ام ار، وفي فلورين ان ام ار، وفي فوسفورس. مهم بعض المركبات زي مثلا الدي ان ايه والفلورال كومباوندز، لكن احنا تركيزنا هيبقى على البروتون والكربون. البرزنتيشن هتبقى في الجزء الاولاني بيتكلم عن التكنيك، الاساسيات بتاعته، ازاي الجهاز بيشتغل. كل الجزء الاولاني دوت اقل اهميه بالنسبه لليوزر اللي زي الفارماسيست. هو مهم عشان تفهم التكنيك ماشي ازاي، لكن مش مهم عشان تقدر تتعرف على الداتا اللي موجوده في السبيكتروم. الجزء الثاني وده الاهم، نبدا نتعرف على السبيكتروم اللي بيطلع، ازاي نفسره، ازاي نطلع منه الانفورميشن زي ما اتعلمنا في الاي ار مثلا. يبقى الجزء الاولاني لو ما فهمتش كل الاساسيات بتاعته مش هياثر كتير على الجزء الثاني، لكنه ممكن يفهمك الاساسيات الرئيسيه. وزي ما قلنا احنا فارماسيست، ما يهمناش الفيزيكس اللي بيهايند السبكتروسكوبي دوت قد ما يهمنا هاو تو انتربريت ذيس داتا، هاو تو يوز ات. طيب، هو ال NMR بيعتمد على ان كل او بعض النيوكليس اللي احنا ذكرناهم اللي فاتوا دول بيحصل لهم سبيننج. فلو تخيلنا الهيدروجين از بروتون من غير اي الكترونات، البروتون اللي جوه بوزيتيفلي تشارج فبيحصل له سبيننج، فمعنى انه تشارج وسبيننج يبقى ليها ماجنتيك فيلد. فانا عايزك تتخيل البروتون من هنا ورايح كانه ماجنت، الماجنت ليه نورث وساوث، فلما يحصل له سبيننج رايت او ليفت يبقى ممكن يبقى النورث او الساوث دول يتبدلوا. طيب احنا هنتخيل ان حطينا البروتونز دي في اكسترنال ماجنتيك فيلد، يبقى بالتالي هي طبعا بتبقى راندوملي ديستريبيوتد، لكن لما احط لها الماجنتيك فيلد زي اي ماجنت هيبدا يحصل لها الاينمنت، يا اما هتبقى مع الماجنتيك فيلد او عكسه. يعني هي راندوملي ديستريبيوتد كده هيحصل لها تويستنج فهتبقى مع الماجنتيك فيلد. طب اللي هي عكس الماجنتيك فيلد مش هيقدر الاكسترنال ماجنتيك فيلد يعمل لها لوحده الاينمنت وتبقى معاه. يبقى انا كل البروتونز بعد ما كانت راندوم لديستريبيوتد ماجنتس كده في الفيلد هتبدا تتقسم، اما تبقى مع الفيلد او ضد الفيلد. هنقول اللي مع الفيلد بيبقى ليها لو انرجي ليفل، واللي ضد الفيلد دي ليها هاير انرجي ليفل. الماجوريتي بتاع البروتونز هيبقوا مع الفيلد، وفئه قليله جدا هتبقى ضد الفيلد لانها الانرجي بتاعتها اعلى شويه. طيب يبقى انا كل البروتونز، اذا تخيلت ان ما لهمش الكترونز، كل البروتونز اللي موجودين في المركب، الهيدروجين اللي موجودين في المركب هيبقوا ليهم تو سبين ستيتس، اما هيلفوا يمين او شمال، يعني هتبقى مع الفيلد او ضده. طيب يبقى معنى كده ان انا اي هاف تو انرجي ستيتس للبروتون، البروتون يا اما في الالفا ستيت لوور انرجي، يا في البيتا ستيت هاير انرجي. طب انا لو عايز اقلب اعمل له فليبنج، وهي دي الفكره، لما اجي اعمل له فليبنج يبقى لازم ادي له انرجي. تمام، نوقف كده. فزي ما احنا مثلا شايفين هنا دلوقتي التو بروتونز دول، وان with the magnetic field وان against the magnetic field. الفرق بينهم في الانرجي ده، لو انا اديته للبروتون هيعمل فليبنج فروم في السبيرنج بتاعه، بدل ما يلف يمين يلف شمال. العمليه دي بيحصل منها كاتنج للماجنتيك فيلد، فممكن لو انا عندي كويل اسجل الكتريكال كارنت فيه. الفكره هنا ان انا بعتبر كل البروتونز ما حولهمش الكترونز، فعندي تو ستيتس بس، لكن في الواقع ما بيبقاش البروتونز كده، البروتون بيبقى حواليه الكترونز عامله له بنسميها عمليه شيلدنج.
هنشوف دلوقتي يعني شيء. عملية الماجنتيك شيلدنج ده احنا بندخل بقى بنعتبر كل البروتونز حواليها الكترونز. الالكترون كلاود اللي حوالين البروتون او الهيدروجين بيختلف من هيدروجين لهيدروجين. يبقى لو كنا شيلنا من دماغنا الالكترون كلاود خالص يبقى كل البروتونز هيحصل لهم فليبنج مع بعض. لكن ما دام كل بروتون حواليه الكترون كلاود والبروتونز بتختلف في الالكترون كلاود حسب الاتاتشمنت والانفايرمنت اللي حواليها، يبقى اذا انا دلوقتي ايه هنحتاج انرجي مختلفة لكل مجموعة بروتونز. هي دي فكرة الـ NMR. الـ NMR ان انا البروتونز عندي مش زي بعض، وده اللي هيفهمنا الموضوع. طب الالكترون كلاود دي بتعمل ايه؟ يعني انا مثلا لو انا عندي ماجنتيك فيلد اهو وعايز اعمل فليبنج للبروتون، الكلاود هو الازرق اللي حواليا ده، كل ما تزيد الالكترون كلاود يبقى انا هحتاج انرجي اكبر عشان اعمل عملية ايه؟ الفليبنج. او اقل وهكذا، لان الالكترون كلاود بتعاكس الماجنتيك فيلد اللي انا بعمل له ابلكيشن. طيب الكلام دوت ليه طبعا شرح زياده في الثيري، احنا ندخل في تطبيق الكلام ده معناه ايه. يعني انا لما ابص على مركب بسيط زي الميثانول هلاقي ان الميثانول فيه كام بروتون؟ اربعه زي ما انت شايف. هل انت متخيل الاربعه دول زي بعض؟ يعني البروتون ده اللي على الميثايل، الثلاثة بروتونز اللي على الميثايل دول مختلفين زي بعض، لكن هيختلفوا عن البروتون اللي على الأكسجين. البروتون اللي على الأكسجين، الأكسجين الكترونيجاتيف أتوم، فبالتالي بتسحب من الإلكترون كلاود اللي على إيه؟ البروتون. لكن البروتونز اللي على الكربون الثلاثة دول زي بعض لأن كلهم أتاتشد على الكربون. يبقى أنا لما أبص على الأربعة بروتونز بتاع الميثانول هقول إن أنا عندي ثلاثة زي بعض. زي بعض هنا اقصد بيها ايه؟ الالكترون كلاود اللي على البروتون زي ده زي الالكترون كلاود اللي على البروتون الثاني والثالث وهكذا. لكن البروتون اللي على الاكسجين هنا الانفايرمنت بتاعته مختلفه، فنقول ان البروتونز اللي على الكربون بنسميهم مور شيلدد، يعني عليهم الكترون كلاود اعلى، شيلدد يعني زي ما انا بس ملبس حاجه تغطيني كده. الالكترون كلاود اللي على البروتون اللي اتاتشد للاكسجين بتبقى الالكترون كلاود قليله، فنقول يس شيلدد. يبقى لو انا هعمل هدي انرجي عشان اعمل فليبنج للثلاثه دول هتختلف عن الانرجي اللي هديها عشان اعمل فليبنج للبروتون ده، وبالتالي انا عندي تو سيتس اوف بروتونز، مجموعتين. هقول الثلاثه بروتونز بتوع الميثايل زي بعض يبقى ممكن يعملوا فليبنج مع بعض، لكن البروتون اللي على الاكسجين مختلف عنهم. وبالتالي لو انا بشتغل في جهاز الـ NMR وبعمل فليبنج على قد الانرجي اللي هديها هيحصل فليبنج للبروتونز اللي زي بعض في نفس الوقت، لكن اللي مختلف عنهم هينتظر لما اديله انرجي اعلى، يبقى يعني بالتالي انا اقدر اميز البروتونز من بعض. وهي دي فكره الـ NMR، ان انا كل بروتون ست الايكويفالنت، هندخل ترم جديد ايكويفالنت ونون ايكويفالنت، البروتونز اللي زي بعض هنسميهم ايكويفالنت بروتونز والتاني نون ايكويفالنت ليه، يبقى التلاته دول هيظهروا مع بعض في سيجنال واحده لكن البروتون اللي على الاكسجين في سيجنال لوحده. ده فكره الجهاز. ندخل بقى في المرحله الثانيه ودي الاهم بالنسبه لي، ايه اللي يهمني في الانمار؟ لما ابص على السبيكتروم ازاي ايه اتعرف على انواع البروتونز، ازاي افسر البروتونز دي، وبالتالي كل ما هعرف. انت متخيل لو مركب فيه بدل الاربعه دول زي الميثانول في سته في 10 في 20، هنشوف مين اللي هيطلع مع بعض في سيجنال لوحده ومين اللي هيطلع في سيجنالز مختلفه. يبقى بالتالي هبدا اعرف انفورميشن عن انواع البروتونز اللي موجوده في الايه في المركب. ولذلك في اربع اسرار للان ام ار سبيكتروم، لكل سيجنال تطلع في الان ام ار لازم اعرف اطلع اخد الانفورميشن من السبيكتروم. الانفورميشن دي بتقول لي السيجنال دي فيها كام بروتون، هاو ميني بروتونز. طبعا الايكويفالنت هيطلعوا في نفس السيجنال لكن اللي مش زيهم هيطلعوا في سيجنال مختلفه، يبقى يهمني اعرف نمبر اوف سيجنالز اللي ظهر في السبيكتروم، تمام؟ وكل سيجنال ظهر فين؟ وزي ما قلنا السيجنالز السيجنال الواحده هيبقى لها نفس ايه؟ الايكويفالنت بروتونز. طيب البوزيشن بتاعها بتاع السيجنال ظاهر فين؟ ده اللوكيشن. طيب الانتنسيتي ودي هنشوفها ازاي بنقيسها، الانتنسيتي بتديني انديكيشن على العدد بتاع البروتون في كل سيجنال، يعني لو سيجنال مثلا فيها 10 بروتون زي بعض، زي سيجنال فيها واحد بروتون؟ لا، هتلاقي دي الانتنسيتي بتاعتها عاليه ودي الانتنسيتي بتاعتها قليله، الله، يبقى انا لما ابص على السبيكترم
هعرف مكان السيجنال، عدد السيجنالز اللي موجوده، هعرف الانتنسيتي بتاعتها. في حته تانية اضافيه اسمها السبليتنج، دي اللي هتبين لي كمان البروتون ده جنبه ايه من هنا وجنبه ايه من هنا زي ما هنشوف دلوقتي. فانا لما ابص على السبيكترم افتكروا في اربع اسرار لازم اطلعهم، وكل واحده من دول هنبدا نتدرب عليها، وازاي ناخد الانفورميشن منها، وازاي نعمل انتربريتيشن للانفورميشن دي. تمام؟ على قد شطارتك في تتعرف على الاربع اسرار دول، على قد ما هتقدر تطلع ايه داتا من السبيكتروم. شكل السبيكتروم ايه وازاي اطلع الداتا دي، هو ده محور الكلام اللي هنقوله بعد شويه، وهو ده اللي من هنا يبدا اهميه ايه ان انا امسك السبيكتروم، اتعلم ازاي امسكه وازاي افسره وهكذا. الجزء الاولاني ده كان مجرد مقدمه، مش بنفس درجه اللي جاي في الاهميه، ولذلك انا هفصله وهخليه لوحده عشان ده هتسمعه اول مره، لكن بعد كده هتلاقي نفسك ايه احتجت تبدا من المحاضره الجايه. فدي هنقول ايه نديها كده سناب شوت، وسواء فهمتها كلها ما فهمتهاش كلها اللي فات مش هياثر على اللي جاي. فانا عايزك من اللي جاي ورايح تبدا تهتم، لان ده اللي هيدي لك ايه ازاي هتبص على السبيكترم. زي قلنا قبل كده في الاي ار ازاي اتعامل مع السبيكترم، زي ما الدكتور مثلا اللي بيتعامل مع الاكس راي يبص على الاكس راي يقول لك اه ده عنده مثلا كسر في العظمه الفلانيه، ده عنده مش عارف حصوه في الكليه في الحته الفلانيه. الدكتور الشاطر هو اللي يقدر يمسك السبيكترم ويطلع منه ايه الداتا ويعمل لها انتربريتيشن. ولذلك انا هفصل الجزء دوت عن اللي جاي، لان هو اللي جاي هو اللي بالنسبه لي هو الاهم.